أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء أكد على العلاقات البحرينية الأردنية وما تشهده من تميز وتطور على مختلف الأصعدة في ضوء اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بيده الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتطلعهما الدائم نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم البلدين الشقيقين والعمل المشترك الذي يصب نحو تعزيز التضامن العربي والتصدي لمختلف التحديات والمتغيرات. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم سعادة السيد رامي وريكات سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين حيث رحب سموه بسعادة السفير الأردني بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى المملكة. وأكد سموه دعمه للسفير الأردني في المملكة بما يسهم في تسهيل مهام عمله الدبلوماسي متمنيا له التوفيق والنجاح. وخلال اللقاء استعرض سموه مع سعادة السفير الأردني جملة من الموضوعات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه أعرب سعادة السفير الأردني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية الأردنية ودعم التعاون بين البلدين الشقيقين.